محكمة الأطفال، محكمة الأطفال كل نهار إلى أنت عندك شي مشكل مع ماماك باباك، شي واحد تيقرا معاكم دراسة، مع شي أستاذ، مرحبا، تقدر تشكي لينا في محكمة الأطفال. اليوم ياسمين اللي عندها شكاية ضد ماماها. اليوم ياسمين صباح الخير. صباح الخير. كي صبحتي ياسمين؟ مزيان؟ أباس. كي دايرة المدرسة؟ كتقراي مزيان؟ مزيان. أساسي دا ظريفين معاك؟ إيه. كلشي مزيان، ولكن كاين واحد المشكل عندك. عندي. كاين واحد المشكل بالليا. انت كتشكي من ماماك لان ماماك كتقول لك كل مره كتبقى تغوت عليك، كتقول لك علاش كتزربي في الماكله. ما كتزربيش، ما كتاكلي بشويه، كتاكلي بشويه، ماما كتقول لك زربي سربي. غريبه هاد القضيه. انا ديما كنعرف بان الامهات هما اللي تيقولوا لولادهم لا كلوا بشويه، لا تحليك تاكل بشويه، هي كتقول العكس. داك اذا انت نعم لا انا اللي كن لكن اكل بشويه. وعندك الحق ياكل بالزربه. ماشي معقول هذه. واحد واخا غادي ناخذ معنا المتهمه وداد. صباح الخير. صباح النور وداد. القضيه شويه معقده لان الشكايه اللي كتقدم بها بنتك ياسمين عندها الحق وراها كتعطل بزاف. بحالاش؟ يلا دافعي على راسك. حنا مثلا كنبداو الماكله كاملين، كنساليو الماكلة بمدة كنبغيو نشحو الميدة ولا شنو، هي باقا معطلة. بحال عطيني على سبيل المثال شنو حطيتي لها في الماكلة، وعطيني تدقيق. أي ماكلة، فطور غدا واخا فطور حطينا شي حاجة والو. واخا فطور ديما هي روطار. واخا في الفطور شحال الوقت نتوما كتساليو الفطور؟ ماشي هي، نتوما شحال الوقت كتساليو الفطور؟ مثلا ديك ربع ساعة وهي راه كتبقى ربع ساعة. ربع ساعة أخرى. ربع ساعة في الفطور وهي نص ساعة، راه هي اللي عندها الحق. نص ساعة في الفطور كتبان لي. غادي ناخذ معايا المرافعة جيزة اللي كدافع على البنت الصغيرة. انا بغيت نفكر الام ان راه هذه بنت صغيرة، يعني السنان ديالها ماشي هما سنان الناس الكبار، معيتها ماشي معيت الناس الكبار، يعني بطبيعة الحال انها تاخذ مدة اكثر باش تهضم وباش تمضغ، راه غتاخذ الوقت. راه ماشي، راه ما عندهاش 20 عام، راه عندها شحال، عندها 9 سنين 6 سنين مازال ما عندهاش سنان كاملين، يعني اصلا طايح لها شي سنان، عاد كتكبر سنان واحد اخرين، يعني راه تن الساعه وراها كتاكل بزاف بالنسبه. واخا الدفاع اللي غيدافع على وداد. لا انا متفقه، انا البنت خصها تاكل بزاف وتاكل معاهم في نفس الوقت وصافي، باش يتجمع كل شيء دقه واحده، بقاو حنا كل واحد كنتسناو ياكل على خاطره. واخا نشوفوا معنا الحق المدني. لا لا، اذا كانت باغا بنتها تاكل في نفس الوقيته ديالهم، يعني تسالي في نفس المده، تفيقها بكري تنوض بكري هي وتوجد لها فطوره بكري وتفيقها بكري، وهي غادي ديك الساعه تبدا تاكل لا خطره، وما يجيو فين يفطروا هما يسالي، وتكون البنت مساليه. واخا غادي ناخذ واحد 10 ثواني للمداوله. محكمة الأطفال ياسمين 6 سنين. نعاود نذكر بأن في الملف ديال هذا النهار كتشكى من ماماها، هي كتاكل بشوية وماماها كتقول لها كلي بالزربة. نذكر بأن في الفطور هما تياكلوا في 15 دقيقة وياسمين كتاكل في 30 دقيقة وماماها كتدور فيها كتقول لها لا. ياسمين كتسمعيني ياسمين؟ يلا قولي اخر حاجه بغيتي تقولي لماماك هاد الصباح هذا قبل ما ننطقوا بالحكم في محكمه الاطفال. اخر حاجه بغيت نقول لماما عزيزه عليا وعزيزه عليا بزاف انا وخويا. وفي الفطور وقضيه ديال الماكله؟ ها؟ وفي الماكله؟ اتاي. بغيتي اتاي؟ اتاي؟ صبر كاتب مش مشكل لا مشكل. بغيتي اتاي بوحدو؟ شي حاجه اخرى معنا؟ ماما حيت زبيده البوت مقرقيقه. ماما غليظه وانت بغيتي تقرقيقه. شو واخا اشنو بغيتي تاكلي انت يا ياسمين؟ شنو بغيتي تاكلي في الصباح؟ ناكل بشري عليا. لا وشنو بغيتي تاكلي في الماكلة؟ شنو بغيتي تاكلي في الماكلة؟ شنو الماكلة اللي بغيتي تاكلي؟ صافي واخا ماشي مشكل غادي نعطيو كل حكم دابا. عطوني الضحية ولا المتهمة. وداد نعم.
إذا غادي ناخذوا بالاعتبار تدخل ديال الحق المدني اللي عطى واحد فكرة مزيانة، أنك إلا كتفطروا مع 8 الله رب غتوجدي لها الفطور ديالها مع 7:30، ديما غتوجدي لها فطورها ربع ساعة قبل منكم نتوما، خليها تبدا هي وانتوما غتجيو من بعد وغتلاقاو في الاخر في هذاك الوقت اللي انت بغيتي. مزيان تبدا هي قبل منا، تبدا قبل منكم ربع ساعه ان شاء الله باش كلشي يبقى على خاطره. والحكم الثاني على حساب الفصل 366 من طب النحت، انك خاصك تاكلي نفس الماكله ديال بنتك باش ضعفي تنتيه. هادشي اللي قالت بنتك، نفس الماكله اللي كتاكلي غنولي ماركة. وراه هادشي اللي بغات بنتك اليوم، بنتك بغاتك تولي ماركة، هادشي اللي بان ليا. شكرا لكم، الله يخليكم بعضياتكم، شكرا بزاف، شكرا. تبارك الله عليكم. محكمة الأطفال باش تشاركوا، رقم واتساب هو 07 10 650 650.